السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي. نتحدث اليوم عن أول درس من دروس القراءة هو الحياة دائما إثناء. طبعا عندي هنا تحلق الأحفاد حول الجد في شكل حلقة، وطبعا نظر إليهم الجد مبتسما ورفع يديه متشابكتين وقال لهم ماذا ترون؟ فقال الأحفاد نرى يدين متشابكتين. فقال الجد وهكذا الحياة يا أحفاد. فسأل علي مندهشا هل تقصد يا جدي أن الحياة ممتلئة بالأحداث أم متشابكة؟ تمام. فطبعا الجد قال لهم سأحكي لكم قصة، هذه القصة تفهموا منها ما أقصد. فقال الجد على لسان صاحب القصة لن أنسى ما حييت ذلك اليوم الذي تعلمت فيه أهم درس في حياتي. كنت في الصف السادس الابتدائي واشتركت في مسابقة الرسم أنا وصديقي ماجد، وطبعا عندي هنا إن قال أن اللوحة التي رسمها هو ماجد فازت بالجائزة الأولى. وقال صاحب القصة اللي هو مروان لن أنسى ما قاله مدير المنطقة التعليمية وقتها في الحفل، فقال هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس الفنية كما أنها نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين، تفوق أحدهما في رسم اللوحة والثاني في تلوينها. تمام. وكانت الألوان لا تقل روعة عن الرسم. طبعا هنا المسابقة كان فيها الكثير من اللوحات، ولكن لوحة مروان وماجد كانت نتيجة التعاون بين تلميذين. فهتف شهاب صائحا فقال هل ما تقصده يا جد التعاون؟ فنحن لسنا وحدنا في هذه الحياة. طبعا الجد ابتسم وقال نعم يا بني بارك الله فيك، هذا ما أقصده تماما. فقال الجد أن لابد أن يعيش الإنسان في مجتمع، الإنسان لازم يعيش في مجتمع، والمجتمع الذي يعيش فيه يفرض عليه التعاون، والمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضع فيه أحد أبدا، وأفراد المجتمع يتكاتفون وطبعا يتخلصون من الأنانية. فقالت فرح ومنى نحن نتعاون مع زملائنا دائما في أداء الواجبات. طبعا ضحك الجد وضحكنا جميعا على طريقة منى وفرح في اقتناعهم بكلام الجد. قال الجد مختتم الحديث وقد شبك يديه مرة أخرى لا تنسوا يا أحفادي الحياة دائما إثناء، أو أن الحياة دائما إثناء. نبدأ من الأول. تحلقنا جميعا يعني جلسنا في شكل حلقة حول جدي كما جد جدود لنستمع إلى حكايات يعني رواياته، مفرد حكايات حكاية الجميلة من الضوء القبيحة، ونستفيد من خبراته، مفرد خبرات خبرة الكبيرة في الحياة. نظر إلينا الجد مبتسما وضد مبتسما عبوسا، ثم رفع يديه متشابكتين وسأل ماذا ترون ماذا تشاهدون. أجبنا مضدها سألنا جميعا بلا تردد، مع تردد شك. تمام. نرى يدين متشابكتين، يبقى عندنا بما سأل الجد، سأل الجد ماذا ترون، وبما أجاب الأحفاد نرى يدين متشابكتين. فقال جدي معقبا يعني قائلا وهكذا الحياة يا أحفادي. مفرد أحفاد حافد أو حفيد. الأعزاء مفرد العزيز دائما يا دوما وباستمرار، مضدها متقطعا أو أحيانا. فسأل علي مندهشا يعني متعجبا مضدها آلفا أو يألف ذلك. هل تقصد يعني هل تعني يا جدي أن الحياة جمع الحياة الحيوات ممتلئة مضدها فارغة بالأحداث المتشابكة والمرتبطة ببعضها بعض أم ماذا؟ قال الجد جمع الجد الجدود سأحكي لكم قصة قرأتها منذ أيام لكي تفهموا ما أقصده يعني أعنيه. كنا في صوت واحد تملأه اللهفة، اللهفة هو الشوق، لنستمع يا جدي إلى القصة وسوف نفهم قصدك إن شاء الله. قال جدي يقول صاحب القصة، طبعا هو صاحب القصة اللي هو مروان، لن أنسى مضد أتذكر ما حييته يعني عشته ذلك اليوم الذي تعلمت فيه أهم درس في حياتي. كنت في الصف السادس جامعة صف الصفوف، وقد اشتركت أنا وبعض زملائي في مسابقة الرسم، جامعة مسابقات والرسم جامعة الرسوم. طبعا أقول هنا في أي صف كان يدرس صاحب القصة، كان طبعا في الصف السادس يعني أدينا بالضبط في السن. على مستوى المنطقة التعليمية جامعة المنطقة المناطق تقدم الجميع برسومهم، طبعا الرسوم مفردها رسمة وجاءت النتيجة التي لم أتوقعها، فازت اللوحة التي رسمتها أنا وماجد. يبقى عندي هنا اللوحة التي فازت بالمسابقة، أقول هنا لوحة مروان وماجد بالجائزة الأولى جمع الأولى الأوليات والأول. لن أنسى ما قاله مدير جمع مدير مدراء المنطقة مع المناطق التعليمية وقتها في الحفل جمع الحفل حفلات. هذه اللوحة رائعة يعني جميلة مضدها قبيحة بكل المقاييس، مفرد مقاييس المقياس الفنية كما أنها نموذج يعني مثال جمع نموذج نماذج مثالي لتعاون بين تلميذين. إصبرع يعني تفوق وضدها فشل أحدهما في رسم اللوحة جمع اللوحة اللوحات، وبرع الثاني في تلوينها. كانت الألوان لا تقل روعة يعني جمال عن الرسم.
هناك أعمال مفرد أعمال عمل أخرى جماعة، أخريات وأخر جيدة قدمها كل واحد من المتسابقين بمفرده، لكن هذه اللوحة كانت أجمل يعني أروع ضدها أقبح الأعمال على الإطلاق. فتذكروا يا أبنائي طوال حياتكم أن الحياة دائما إثنى. يبقى عندنا مثلا نستفيد من هذه اللوحة أهمية التعاون أن الحياة دائما إثنان. طبعا هنا الإنسان مش هنا لا يعيش بمفرده، فلا بد أن يتعاون مع غيره لكي يصل إلى ما يريد. تمام، مش معنى ذلك أن طبعا هنا أنت تشرك اللي معك في كل حاجة، لا، في حاجات مو ينفع نشرك اللي معك فيها وفي حاجات ما ينفعش تشركه فيها. تمام، ولكن طبعا التعاون دائما ما يثمر، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم إلى التعاون، أهمية التعاون. ابتسم الجد ابتسامة عريضة قائلا بارك الله فيك يا ولدي، هذا ما قصدته تماما. يبقى ماذا كان يقصد الجد؟ السؤال بقى هنا، ماذا كان يقصد الجد؟ كان يقصد الايه؟ التعاون. الانسان يا احفادي، مفرد احفاد حافد وحفيد، بحكم طبيعته جمع طبيعه طبائع، لابد له من العيش في مجتمع جمع مجتمع مجتمعات، يفرض يعني يوجب عليه التعاون. يبقى ماذا يفرض علينا المجتمع؟ طبعا التعاون. والمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيع فيه احد. يبقى هنا نتيجه ان ينتشر التعاون في المجتمع طبعا لا يضيع فيه ايه؟ احد، لأن أفراده يتكاتفون أن يتعاونون، وضدها يتخاذلون فيما بينهم لخيرهم جميعا، ويتخلصون من الأنانية. ما الأنانية؟ طبعا حب النفس، وضدها الإيثار. قالت منى وفرح ومنى في صوت واحد صدقنا يا جدي، نحن نتعاون مع زملائنا دائما في أداء، معنا أداء عمل جمع أداءات واجبات مفردة واجب المدرسية، ضحك جدي وضحكنا جميعا على الطريقة التي أظهرت بها منى وفرح كناهم بكاملها بإيه؟ جدي. قال جدي مختتما حديثه، طبعا كلامه جم حديث أحاديث، وقد شبك يديه مرة أخرى، لا تنسوا يا أحفادي أبدا أن الحياة دائما إثنان. فكلنا جميعا بلا تردد نعدك بذلك يا جدنا العزيز، جم العزيز الأعزاء والأعزة. يبقى نقول هنا ما الصفة التي تجعل الإنسان يحتاج إلى العيش في المجتمع؟ طبعا صفة الإيه؟ التعاون. ما أثر انتشار التعاون بين أفراد المجتمع؟ طبعا عند هنا لا يضيع فيه أحد. ما المقصود بالمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيع فيه أحد؟ أولاً طبعا هنا ان عندما ينتشر التعاون يساعد افراد المجتمع بعضهم بعضا، ولا طبعا يضيع احد من افراد به المجتمع. وبكده نكون انتهينا من درس الحياة دائما إثنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.